البطل الكبير مين بقى؟ القيمة والمبدأ. يا اللي عايزين تفهموا يعني ايه مبادئ. مفيش حاجة اسمها في النادي الأهلي أنا، فيها إحنا. عندما تسود كلمة إحنا ويدوب الكل في هذا المعنى، حقيقة مش هتلاقي واحد في النادي الأهلي يطلع يقول لك أنا عملت، ولا ينسب فضل لنفسه. ممكن تيجي تويتر حد يتشكر، وأحيانا تشعر يعني أنا لما حد بيكلمني أنا بشعر بالخجل إن أنا أتشكر في حاجة. أنا جزء لا أشكر، أنا جزء ما لم أكن في النادي الأهلي أنا أتمنى أن أكون مش أشكر، أنا أكون أود ما عليا في النادي الأهلي. أنت دايما تذكر وتشكر يا باشمهندس. يا أستاذ سيبك من الكلام ده، أنا عايز إحنا يا أستاذ إبراهيم والله العظيم ثلاثة، بدون هذه القيمة البسيطة ما نجح الأهلي، وهذا هو الفارق الكبير الذي لا يستطيع أن يدركه الكثيرين وربما لن يدركوه.